الحمد لله احنا نجحنا بنسبه كبيره جدا ان احنا نخلصه. وفي احتفاليه احنا هنعملها مش هنا في مصر، هنعملها في العريش ورفح والشيخ زويد. فدولة الرئيس لما راح هناك كان أول مرة الطيارة تنزل من 7 سنين أو 8 سنين طيارة بالوزراء وبدولة الرئيس، مش كده؟ أول مرة ننزل طيارة في العريش في مطار العريش بعد 8 سنين مش قادرين نعمل ده. طب أنا هروح نعمل الاحتفالية ديت والعريش زي ما هي ورفح زي ما هي؟ لا، لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على أن هي مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، محدش يقدر. هو فعلا محدش يقدر طول ما فيها رجالة بالشكل ده، حقيقي يعني.